محمد محاولة لعب العرضية ويلعبها سهلها خفيفة واصلة عند هشام فايق يلعبها إلى عبد الله حسن يتقدم المرور والكرة واصلة من جديد في 18 خطيرة للفيصلي رومان يلعبها لجلربي تصويبة أولى ما زالت الخطورة يمر أحمد أشرف إلى تفارس جول الضيف يبدأ في أول الأهداف الفيصلي يبدأ في أول الأهداف من هدافهم الهداف المميز لفريس في هجمة كانت للفيصلي مع بداية المباراة مع بداية الدقائق الأولى يصل الفيصلي إلى مبتغاه الأول والهدف الأول لعناب سدير أول أهداف اللقاء أول أهداف المباراة هنا الكرة والتغطية غير جيدة من لاعبي الباطن في دفاعاتهم والكرة الواصية السلام عيني عليك يا أحمد أشرف الكرة كانت سهلة من أمام تفاريس ليس أمامه إلا المرمى ليس أمامه إلا التصرف الوحيد تصرف المهاجم الهداف تفاريس وأول أهداف اللقاء من جوليو تفاريس إذن الضيف له الكلمة الأولى في هذه المباراة التعادل السلبي في الظهور الأول للباطن في دوري المحترفين في 2016 هنا الكرة عند أحمد أشرف يلعبها في الوسط عند ألكسندر ميركل إلى رومان رومان تناقل ممتاز بين لاعبي الفيصلي مرتاحين في وسط ملعبهم لا وجود للضغط الكبير وكرات جميلة جدا بين لاعبي الفيصلي واصلة من جديد الكرة عند محمد قاسم في الجهة اليسار يلعب العرضية تفارس والثاني الله يا جوليو هدافهم ما هي غريبة على هدافهم ما هي غريبة على لاعب الراس الأخضر بالراس ويرفع الراس يرفع الراس جوليو تفاريس هدف ثاني ممتاز براسه لا وجود لتغطية على جوليو براحته في الثمنتاشر جوليو تفاريس يلعبها بكل روقان في الراس في هدف ثاني للفيصلي ثاني أهداف الفيصلي وثاني أهداف اللقاء من جوليو تفاريس بعد عرضية مميزة العرضية الرائعة من العرضية تحسها جول من تناقل لاعبي الفيصلي لكراتهم وراحتهم في تناقل الكرة والأجل